تمثل القمة الأفريقية الأوروبية مناسبة لزيادة مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين إزاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في إطار من الشراكة بين الجانبين. تنطلق الدورة الجديدة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين بمقر الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الأفريقي والأوروبي. دورة جديدة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين بمقر الاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الأفريقي والأوروبي. دورة سادسة من قمة المشاركة تعقد تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030، ويعتزم الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة التركيز على مختلف الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول الأفريقية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما تستعرض القاهرة خلال القمة الأفريقية الأوروبية استعداداتها لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر المقبل، خاصة وأن الجهود المصرية في هذا الإطار تدفع لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ. القمة سوف تتناول أيضا ملف مواجهة وباء كورونا وأهمية الدفع نحو بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال الجائحة، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصة ما يتعلق بإنتاج اللقاحات. وتمثل القمة الأفريقية الأوروبية مناسبة لزيادة مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين إزاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في إطار من الشراكة والندية بين الجانبين.